السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي قناة تومي، أرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة التي أعدت بمناسبة ذكرى استقلال البلاد. فمجرد أن نقول 11 من أغسطس يتسارع إلى أذهاننا تاريخ الاستقلال، فإنما كانت الأمة التشادية وأراضي التشادية مستعمرة قبل 60 عاما، في هذا العام أي في عام 2020 تحتفل البلاد بذكرى 60 لاستقلالها. أرحب بضيفي داخل الاستديو البروفيسور محمد النظيف يوسف، أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيكم يا رب. وأيضا أرحب بك أستاذة محاسن يوسف آدم، أهلا وسهلا بك. طبعا مشاهدينا الكرام، سنتحدث الآن عن مراحل استقلال تشاد، كيف كانت وكيف كانت الأراضي التشادية مستعمرة من قبل المستعمر الفرنسي. فلو بدأنا معك سعادة البروفيسور، يعني ممكن تحدثنا عن المراحل التي مرت بها تشاد، بلادنا تشاد، قبل أن تستقل من قبضة المستعمر الفرنسي ذا طوال سنوات عديدة وهكذا. أولا أشكرك وأشكر الإخوة الطاقم الذي يعمل معكم، وأشكر هذه القناة توماي، هذه القناة الواعدة تعالج قضايا الثقافة وقضايا الاجتماعية، هذا جد مهم جدا. أنا سعيد بهذه الاستضافة. أولا تشاد قبل دخول المستعمر الفرنسي هي عبارة عن دول ثلاثة في دولة واحدة تعيش في وئام وفي ثقافة وفي إدارة. فقبل دخول الاستعمار كانت الممالك الثلاثة التشادية مملكة كانم، هذه ممتدة إلى شمال البلاد وإلى الغرب، وكذلك مملكة باقيرمي تمتد إلى السهول الجنوبية، وبالإضافة إلى المملكة الأخيرة مملكة وداي تمتد إلى شرق البلاد. إذن هذه الخريطة المتواجدة، الناس كانوا يعيشون دول حقيقية في التعامل سواء داخليا أو خارجيا. وهكذا جاء الاستعمار، دخل احتل الواحد تلو الأخرى خلال 40، يعني حتى يعني خلال من 1900 إلى 1960 60 عاما الاستعمار حاول أن يعمل ما يسمى بالاندماج الإداري، يعني يسيطر على تشاد إداريا ويخطط، ثم الاندماج الثقافي والاندماج التعليمي. حاول الثقافة الفرنسية، تشاد طبعا الثقافة المتواجدة قبل دخول الاستعمار الثقافة العربية الثقافة الإسلامية سواء في التعليم، بالإضافة الثقافة الإفريقية الموجودة عندنا. كيف نال الشعب التشادي استقلاله؟ كيف حررها من قبضة المستعمر الفرنسي؟ الاستعمار ما هكذا الاستقلال جاء، وإنما أتى بنضال من التشاديين، وده في كتب التاريخ الحقائق هذه موجودة، سواء في شرق البلاد نعرف كل تاريخ سواء أصيل والمرة والممالك الأخرى في السلامات، وحتى في باقيرمي وفي كذلك أبار علي هنا في مملكة كانم، هناك فعلا نضال من أجل تشاد أن تكون مستقلة، نضال حقيقي ما شكلي فقط. حتى في الجنوب كثير من أهلنا في الجنوب كانوا يرفضون هذه الأفكار الدخيلة التي أتت إلى بلداننا، كان هناك تقاليد ثقافة إفريقية متواجدة، الجماعات يريدون يبدلونها بثقافة أخرى واردة غير موجودة، فكان هناك نضال حقيقي شعبي من علية القوم إلى الناس العاديين، حتى الاستمرار في النهاية. وليس هذا فقط، وإنما فرنسا وعدت الناس، عندما فرنسا ايضا استعمرت فوقعت في الاستعمار، فتريد الجماعات يساعدونها، وبعد الاستقلال فرنسا نفسها تستقل وعدت الناس بانها انهم يستقلوا، فالاجداد ذهبوا وقاتلوا من اجل فرنسا، وهذا هو النضال الحقيقي من اجل ذلك فرنسا اضطرت ان توفي بوعدها. الاستاذ محاسن، هل حدثتنا قليلا عن وضع الامه التشاديه عندما حصل تشاد على الاستقلال، فكيف كان وضع الامه التشاديه؟ هل هناك تكاتف؟ كيف عاش الشعب التشادي بعد الاستقلال؟ اولا نشكر التلفزيون توماي لاستضافتها علينا، وده يعني نعمه من الله سبحانه وتعالى، كنا هنا في المنطقه وجينا نتكلم عن استقلال تشاد. وطبعا الامه التشاديه زي ما قال اخونا البروفيسور الدكتور تشاد، الاستعمار خشه لقيها هي دوله مكونه داخلها دويلات، دوله متكامله وعندها ثلاثه مقاطعات،
مقاطعة باقرمي، مقاطعة كانم، مقاطعة وداي، معناتها ثلاثة دول فوق دولة واحدة. نعم. والناس متماسكين ومتعاهدين ومتعايشين مع بعض، طبعا ما متفرخين. نعم. لكن الاستعمار صنع أسلوب قوة تفرخ، فرق تصد. نعم. علشان كده جزع الناس وخلاهم أقسام أقسام. نعم. وثم ثانيا يعني أدخل في نفوس الناس الكراهية والبغض القبليات. أكيد. كان زمان ما فيش. وطبعا يعني من المعلوم كده أن عندما يستعمر أي دولة، أي دولة عندما تكون مستعمرة، المستعمر يترك أثر، سواء كان هذا الأثر سلبي أم إيجابي في المجتمع الذي استعمره. فما هو الأثر الذي تركه المستعمر التشادي لدى المجتمع التشادي؟ هل هناك مثلا من الآثار السلبية وأيضا الإيجابية ممكن؟ والله أنا ما قاعد نشوف إيجابيات. المستعمر طبعا ترك أثر سلبي في المجتمع التشادي، وبالأخص في تشاد بصفة عامة. نعم. يعني أي مستعمر بيجي بخش دولة بيستعمرها يعني بصلح، لكن فرنسا طلعت خلت لنا جامعة واحدة بس، وهي جامعة النمين، خلت الليسي فليكس يوبي، خلت لنا ما فيش طرق، ما فيش زلط، ما فيش اقتصاد. في اللحظة الأخيرة يعني هي حاولت بقدر الإمكان تراسنا كل صعبتها معها. نعم. علشان كده خلت لنا أثر سلبي لنا عن هنا. نعم. بالنسبة كتشاديين، لكن ما زال التشاديين متضامنين مع بعضهم حتى نال استقلالهم. ده الهدف الحقيقي، يعني التشاديين ناضلوا بدمهم وبدمائهم حتى نال الاستقلال بجانب، ولو لا زال ما يجي. سعادة البروفيسور، كما قالت الأستاذة محاسن أن الاستعمار الفرنسي لم يترك أثر إيجابي، فماذا تقول؟ هل هناك جانب بسيط من الإيجابي أم لا سلبي؟ أما احترامي الشديد للأستاذة الفاضلة، وهذه نظرة كثير من الباحثين يرون الاستعمار لا فائدة من أجله، لكن عندما نتعمق في الأمر نجد ممكن تسميها بعض الشكليات الإيجابية. نعم. يعني فعلا في الآونة الأخيرة الاستعمار عندما دخل وجد هناك مشاكل حتى بين الممالك، الناس يتقاتلون وفي قطاع طرق والمنطقة ما منظمة. نعم. فجاء إذا كان هذه تؤدي إيجابيات وأعتقدها، وكذلك نظم البلد، يعني سوى الحدود، يعني ممكن زمان كل الحدود موجودة لكن نظمها أكثر بين الممالك الثلاثة وبين الدول الجوار، وفي نظام يعني ده النظام دائما يساعدك على الاستقرار. نعم. فنظم الأمور وجاء حتى أنشأ الناس، حتى موضوع الكونتونات يعني ممكن الناس بعض الناس بيفتكروا شيء سلبي لكن ايجابي، الناس يحكمون فيما بينهم، يتقاضون الشيف دي كونتون دول والبلامه واللوان وكذا، كل الاستعمار نظمه، اول كله موجود لكن هو شيء قننا بقانون، فده شيء نظم الحياه، اي ناس ممكن ينظموا حياتهم، يعني سواء فيما بينهم اذا مشاكل يحلوها، اذا في تعليم، اذا في صحه، فاذا جاز التعبير هذه من الإيجابيات المستوى. بالإضافة إلى ذلك حتى موضوع التعليم الصحيح هو أضر بالثقافة العربية والتعليم العربي المتواجد في تشاد، لكن أتى بمنهجية جديدة هي متواجدة في كثير من الدول. وبالنسبة للعادات والتقاليد، من المعروف أن المجتمع التشادي لديه عادات وتقاليد مختلفة، فهل الاستعمار المستعمر الفرنسي أثر في ذلك الجانب؟ إيه طبعاً، ده بكل أسف ده كله سلبيات، بكل كما قالت السيدة كانت هناك ثقافة، كانت فيها ثقافتان. نعم. الثقافة العربية الإسلامية والثقافة الزنجية الإفريقية، وممكن تسميها لاحقا المسيحية أتت، فقط هذه الثقافة، الثقافة العربية الإسلامية في الشمال، والثقافة اللي ممكن تسميها الثقافة الزنجية الإفريقية في الجنوب البلاد. نعم. وكان كلها فيها مختلطة وواحدة، أتت بشكل ما يسمى بميتيسيان، دي الثقافة الحقيقية، كاريفور زي ما في التلفزيونات بيسموها، هجين وعطى نموذج كويس، الناس كان في تعايش يعني. المستعمر بكل أسف جاء وحاول بعض التقاليد النبيلة، يحاول تعهدات بين الناس زمان كان موجودة كل ألغاء، أتى بتعهدات جديدة، حد من هذه التعهدات، مكانة الشيوخ في السابق، رجال الدين كان إنهم دور كبير، الأئمة كان إنهم دور كبير، القضاة كان عندهم دور كبير، المستعمر حاول أن يغير هذه التقاليد ويأتي بثقافة أخرى، حتى في بعض الأشكال، حتى الموسيقى، حتى الغناء، يريد ما أتى به هو الجميل، أما الآخر فما أعطى له اعتبار، كان يجب أن ينمي الاستعمار ثقافة
سواء الرقص التشادي، الغنى التشادي، التقاليد دي كلها لما تشوفها ما كان زي ما قالت السيدة بل نهبوا ما أنتجه الآباء من قبل. المخطوطات الموجودة في مملكة كانم، مملكة باقرمي، هذه المخطوطات والآن الحمد لله بدأ بعض الناس يطالبون لابد من إرجاع كما حدث في السنغال وفي مالي. جماعة أرجو هذه الوثائق. مشاهدي الكرام، كما تابعنا حاليا ربما يكون للمشاهد أيضا آراء مختلفة لآراء المتواطنين، نتابع ما عده فريق العمل. إنسان معروف هذا زمن شاهد اليوم وضعه الحالي مع وضعه القديم، هذا طبعا فرق بين السماء والأرض. طريق نمشي به زمان في زمن الاستعمار ما في. أنا عارف النصارى لما كانوا موجودين كانوا يمشي بالسيارة بتاعتهم اسمها كتكات، جيب كتكات، ما يعملوا شارع زي القطران الأسا قاعد ده، يمشي بجيب الكتكات يطلع الجبل يطلع ينزل الحفر يمشي، لما مشوا يخلوك بلا شارع. لكن اليوم شوف الطرق كيف ما بين المدينة والمدينة تستطيع أن تمشي، ما بين المدينة في داخل المدينة تستطيع أن تمشي، مع المباني الأسا قاعدين نشوفوها هذه ما كانت في زمن الاستعمار موجودة. فكل شيء فرق بين الاستعمار وبين الاستغلال. الآن في تنمية في تقدم، أما في زمن الاستعمار ما لا يوجد مثل هذه الأشياء. بما يقص يعني 11 أغسطس يعني صراحة هذا اليوم كثير من يهتم به هم الأناس المثقفين دون سواهم، لأنهم لا يعرفون معنى ذاك اليوم، وكثير من الناس لم يشرحوا لهم، حتى الحكومة لم تشرح لهم معنى ذلك، والمثقفين يشرحون هذا اليوم وأهميته فيما بينهم، ولكن يجب لنا نحن كمثقفين نهتم بهذا اليوم اهتماما بالغا ونعلنه للآخرين. كذلك يجب للإخوة الممثلين أن يبينوا أهمية هذا اليوم في تمثيلياتهم حتى يعرفه عامة الشعب التشادي المثقف ودونه المتعلم وغيره. فحقيقة في تغيرات حصلت، لكن يعني حسب الباحثين البعض يريد أن فرنسا تمكث والبعض يريد أن تذهب. فحسب البعض يقولون الذين يوافقون آراء فرنسا تمكث ويقولون بالفعل أن فرنسا إذا مكثت وما وجدنا الاستغلال بالفعل تأخذ خيراتنا لكننا نتطور. ولكن عندما ذهبت فرنسا ورجعت تركتنا، فتركت لنا خيراتنا ظاهريا، باطنيا كانت تأخذها وظاهريا تركتها ونحن لم نتطور بعد. سابقا عيد الاستقلال هذا 11 شهر 8 عندما دائما كل عام نحن بعد ما فرجنا كعرفنا نحن شنو في المجتمع بنشارك فيه، نشارك في فعاليات العيد هذا، بنمشي نقعد الحرية، بنقف مع الجموع وبنشارك بنفرح، لأن الاستغلال ده كانت قبل الاستغلال كانت لا شيء، كون أنت إنسان مستعمر يعني مستعمرنك خلاف ما إنسان أنت لاقي حريتك. يعني نحن لقينا حريتنا من 11/8/1960 لقينا الحرية من ذاك الوقت. اليوم مع الوقت الماضي خلاف كبير جدا وفرق كبير جدا. اليوم بعد ما لقينا حريتنا واستطعنا أن الإنسان يتنقل في وطنه بحرية، يزرع ما شاء، يفتح، يتاجر، يدرس ما شاء، هذه نعمة. يتغير كثير، كان زمان ما في حرية، كان في استعمار، كان شيء تغير في الناحية الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، يعني في الناحية البيئية أصلا تغير كثير. والله الشاهدين أغلب التشاهدين قاعدين يحتفل نسبة 95% يحتفلوا عادي ما عنده مشكلة، لأنهم هم بيحبوا وطنهم وكده، بيحب الوطن لازم كل واحد يحتفل. أهلا بكم مجددا أستاذة محاسن، ما رأيك بجانب المرأة؟ كما تعلمين أن المرأة في ذاك الزمن لم تكن لها تلك المكانة، ولكن رغم ذلك ناضلت وحاولت أن تساند الجميع من أجل استقلال البلاد تشاد. ومن ضمن أولياتها
كان أول عندما رفف العلم التشادي كان على يدي امرأة بعد الاستقلال، وتعتبر كلمة الدجال رمز للوطن الحبيب تشاد. فما هي ما هو الدور الذي قامت به المرأة في هذا المجال لأجل حصول الاستقلال للبلاد؟ فهل هناك جوانب أخرى ربما علم؟ طبعا في جوانب أخرى، يعني من ضمن النضال الناضل بو إخواتنا النساء، من ضمن ما يعني في واحدة يقول لك أنتم جنبان دي، يعني من المناضلات، وخشت في الجيش وساهموا وقاموا بتوعية وقاموا بحماس، وخدنا يعني في واحدة من الشاعرات أنا استهزر اسمها لكن الآن نسيتها، هذه اللي قامت يعني بتشجع الرجال بحماس بكونه ما يخافوا من المستعمر، وهو ما عنده أرض وما عنده شجرة وما عنده محل هنا. نعم. علشان كده يعني الرجال الفترة الأولاني ده هم بيشوفوا ده اللي عندهم سلاح وده اللي عندهم سلاح أبيض، لكن في اللحظة الأخيرة ده الرجال كله يتحمسوا. وطبعا كان انت عارفة كان محل فوقه رجال وفوقه مرأة، يعني المرأة كانت تتكلم الرجال ما برجعوا ورا. صح. علشان كده النسوان ده ناضلوا بنقلوا الموية وبجهزوا الأكل، والرجال باسمه ده بيساعدوا في اللي ساعدهم للرجال في الحرب. لكن بعد ما نال الاستقلال تشاد يعني المرأة لقت مكانتها في عهد الاستعمار. المرأة ما عندها مكانة، ما عندها كلمة مسموعة، ما عندها دور هذا البيت، بيتها وبيت زوجها والأبهات ذاتها. في فترة حقت الاستعمار ده يعني قدر ما حاولوا في اللي حتى في المدارس يعني بيشوفوا البنت دي تدرس المسيح بس آية آيتين سورة سورتين وخلاص مجالها ده بيتها تنتقل للعمل. لكن ما بعد الاستقلال يعني المجتمع التشادي برضو وقع وخلى الطريق وفتح مجال للبنات ذاتها. هسه حاليا زي ما انت قاعده بتشوفي، نعم، والبنات وصلوا الدور اللي هم من زمان انت مراقبه. نعم. يوصلوا. نعم. علشان كده يعني الاستعمار رغم انه اثر في سلوكيات الاباء، لكن الاباء بعد الاستقلال كل واحد لقى حريته وادى مجال لبناته. نعم. وده يعني انا نضرب مثل من ضمن الامثال، طبعا في فتره حقت الاستعمار ده من ضمن الناس المضطهدين ده هنا ابونا ذاته طلع خلى تشات وشال اولاده، ده الهدف اللي خلانا يعني احنا مشينا برا وقرينا ما لي شيء اخر لتجاره بس. نعم. اللي شوفوا التاجر وعنده امكانيات اليوم يومنا في تشاد ده يعني تجاره، فضل الا يجيبوا طيارات بس في تشاد شيء كده ما يجيبوا ما فيش. نعم. لكن زمان ده ما فيش. نعم. سعادة البروفيسور، بالنسبة لعهد الاستعمار لم تكن هناك، هل كانت هناك جمعيات شبابية ومنظمات تسعى لخدمة المجتمع، أم أنها ظهرت بعد الاستقلال في هذه؟ صحيح طبعا، إذا جاز التعبير استعمار عنده إيجابيات من ضمن موضوع تنظيم الحياة. نعم. يعني أول كل الحياة منظمة، تجد الملك أو السلطان وبعدين القاضي وكل شيء منظم. نعم. لكن الاستعمار الفرنسي أو الثقافة الفرنسية أتوا بنظام شوية بقوانين، يعني بتشريعات تحمي الإنسان، ولذلك ما كانت المجتمع. وبعدين الامتداد الوطني. نعم. زمان يمكن يكون عندك جمعية فقط في إطار شاريبا جريمينا، لكن الآن تجد سيلك تصريف بعض الاستعمار جمعية وطنية تعمل على مستوى الأراضي التشادية كلها، بل يمكن تعمل ما وراء الحدود. نعم. وده ما كان موجود فعلا بعد الاستقلال في القانون 62، حتى الآن موجود 27 موجود موضوع. نعم. المجتمع المدني. نعم. والمجتمع السياسي حتى السياسة كله يعني من سنة 46، يعني أول واحد عربي الجوني كان أسس عزي. نعم. والناس بعد ذلك تطورت الأحزاب السياسية، المجتمع المدني مع السياسة سوا يعني أسسوا لنفس القانون، بس هذا ماشي جانب وهذا جانب خيري تنموي إلى آخره. فأعتقد أن من الستينات الناس هي الرئيس تمبلباي بعد الاستعمار مباشرة ما حاول أن يعطي الناس حرية أكثر، وإلا كان ولذلك المجتمع المدني لو كان من الستينات قوي الآن مشينا بيت، لأن. نعم. الناس بطبيعتهم يحبون العمل المدني لا يحبون. نعم. السياسة، لكن المجتمع المدني فوق خير، خدمة من غير مقابل، خدمة خيرية وكذا، فالناس يحبون. نعم. الآن في الغرب كل الناس بدأوا يتركون السياسة وكذا يتوجهون لعمل الإنسان الخيري. نعم. لأنه ممكن نسميه من غير مقابل، ما عنده نوايا، ما في تخطيط تطوي. نعم. فالناس يحبونه. نعم. فكان فعلا في تأخر في فترة إذا بعد الاستعمار إن شاء الله نتحدث عن هذا 60 سنة 30 سنة، يعني في ظلام ما في تطور، لكن 30 سنة الأخيرة في إنتاج كبير. الآن المجتمع المدني قريب 2000 وكم عندهم إذن في وزارة الداخلية، شيء جميل. أستاذة
برايك الجمعيات المدنية والمنظمات الشبابية ماذا فعلت لأجل المجتمع لكي تنهض بها؟ فهل هناك مثلا معايير محددة عملت عليها؟ ماذا مساهماتها لدى المجتمع التشادي؟ طبعا الجمعيات المجتمع المدني زي ما قال أخينا النظيف الدكتور جزاه الله خير وإحسان، يعني الجمعيات هسه حاليا كده ده قامت بجهودها. نعم الفترات السابقة جمعيات ما فيش كثير، لكن هسه حاليا يفوت 3000 نعم الجمعيات المصرح لها. نعم والناشطة عددها كبير، والخير ناشطة برضو عدد كبير قاعد. نعم يعني اسم على مسمى، في جمعيات ناشطة وفي جمعيات يعني متخايسة قاعدة. نعم لكن الجمعيات يندم دور. طبعا العمل الطوعي انت بتمشي على حسب اللوائح والقوانين حقت الجمعية اللي انتم ماشيين فوقها، اللوائح والقوانين اللي انتم ماشيين فوقها. طبعا الوزارة بتديكم التصريح، والتصريح اللي بدوكوا ده عندكوا فوق حدود عشان ما تتعدوا تدخلوا في جانب من الجوانب. علشان كده يعني الجمعيات المجتمع المدني ملتزمين باللوائح والقوانين والحدود المحدد لهم، وعايشين ومتعايشين وبيشتغلوا وتنسيق مع الدولة مع بعض. يعني لو حصل حاجة بس للدولة في خلال 5 دقيقة يظهر لك في الشاشة أكثر من 20 جمعية بشيف الخط ده خط أحمر زول ما يتعدى. نعم وده ذات يعني ده الدور من حب الوطن. صحيح والمثل بيقول حب الوطن من الايمان. من الايمان والجمعيات ده نشاطها كله نشاط وطني، وبتسعى من اجل تنميه المواطن التشادي، من اجل تاهيل المواطن التشادي، ومن اجل تدريب المواطن التشادي. نعم سعادة البروفيسور، تشاد نالت استقلالها من 1960، فهل فعلا الشعب التشادي استفاد من ذاك الاستقلال؟ انا اعتقد بان التحرر وفي نعم الشعب التشادي والحكومات التي أتت بعد الاستقلال أنجزت. والحكومات هذه على مستوى إفريقيا كله وحتى تشاد، وأنا استمعت ذلك في محاضرة، إذا ما أنجزت إلا 2 لكفى. يعني قبل الاستقلال كان هناك أمراض منتشرة في تشاد بشكل كبير، موضوع حصبة، موضوع أمبرجوك، موضوع الأمراض كان تحصد الناس حصادا كبيرا. لكن الحكومات الوطنية جاءت بعد الاستقلال أول شيء اهتمت بموضوع الصحة، التطعيم من الستينات اللي أباؤكم يخبرونكم بذلك. نعم. بدوا فبدأ المرض يقل من ناحية علمية. نعم. فده شيء كبير تشكر الحكومات التي أتت بعد الاستقلال. نعم. كافحت كفاحا كبيرا من أجل صحة الإنسان المواطن، ومن أجل بالذات الأطفال. موضوع التطعيم ده شيء كبير مرات. نعم. رقم 2، إذا الحكومات هذه ما عملت أي شيء إلا التعليم لكفى. زمان كان حتى في الستينات يعني نماذج بس ناس يدرسون في أبشي ليسي في الجنوب، يعني نخبة بسيطة يعملون بالطائرات في الخريف. الآن الحمد لله بعد الاستقلال المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بل حتى الجامعات أشياء تنين ده. الحكومات بعد الاستقلال عملت إنجازات جد كبيرة وشيء واقع وملموس، وبالذات في 30 سنة الأخيرة من جامعة واحدة إلى 20 جامعة عامة وإلى 60 جامعة ومعهد خاص، 100 مؤسسة في تشاد. هذا شيء كبير وهذا إنجاز كبير لنا. نعم مشاهدي الكرام نتابع مرة أخرى بعض آراء المواطنين. فبالنسبة لهذا الحدث أو بالنسبة لهذا التاريخ 11 أغسطس هو تاريخ عظيم جدا، خروج تشاد من ظلمات الاستعمار إلى نور الاستقلال، وهو كان يوم فريد من نوعه، فيوم يهم كل مواطن تشادي ويوم يخص كل مواطن تشادي. نسبة للأحداث ونسبة للتغيرات التي حدثت في هذا التاريخ أو في خلال هذا التاريخ منذ الاستقلال إلى الآن، تعاقبت حكومات كثيرة وتعاقبت نظم كثيرة في تشاد، أما في ظل الواقع أو في ظل النظام الراهن هناك تغيرات كثيرة وهناك تجديد كثير حدث في تشاد، وهناك أنظمة مضت في تشاد بنظام يختلف عن النظام الحالي. فنحن الآن في تشاد نعيش في ظل استقرار كامل، نعيش في ظل ديمقراطية موجودة حقيقية في الوطن، والوطن الآن يشهد استقرار ويشهد تعايش ما بين الأديان وما بين المجتمع داخل الوطن. فأنا نحس الشعب التشادي أن يهتم بمثل هذا اليوم وأن يفكر في مثل هذا اليوم،
أن يدلي برأيه ثم بعد ذلك بأفكار من أجل النهوض بالبلد إلى التقدم وإلى بر الأمان. حقيقة لدي رسالة، ورسالة تخص الجيل الحالي، جيل تشاد، الجيل المثقف، الجيل الواعي، بالتوجه إلى التعليم، بالتوجه إلى مجال البحث فيما يخص تشاد سابقا وفيما يخص تشاد حاليا. تشاد الآن توجهت إلى نظام تعليمي، نظام أكاديمي، نظام بحثي، حتى نستطيع أن نعرف ما يوجد داخل البلد وما هو الخيرات التي تنعم بها بلادنا تشاد. الجمعيات المدنية دول من البودوكي، من الاندبندانس انا تشاد، من 1960 اول وديبي هم ما زياده مي اسوسياسيون دول البودوكي بالسوسيتي سيفيل ان جنرال لا بودوكي ده في اني 90 من 90 مع كونفرنس ناسيونال سيفرندا جمعيات المدنية دول كل كبودو خلاص جاي يتنشوا زياده خلاص جينا لحد هسه حاليا ده عندنا الجمعيات دول كل المدنية دول أي واي جاي يسيه حقه جاي يقدموا لتطوير البلد وهم أي واي عنده كونتريبيوشن عشان ده حكومة أي قرار يخص البلد جاي يشيله ده جاي يدسهم فوق الأسوسياسيون دول وأسوسياسيون هم اليوم كان قاعد تشوف في تشاد الناس بس المية فورمي عندهم توعية وفي فورماسيون كلها زيادة ده هم عشان ده أي شيء حكومة يسيه ده جاي يشيلهم عشان يتطوروا ويشفوا بعد ما إسبلوتاسيون البترول أنا أي ما يوم كان يشوف أسوسياسيون دول جاي يكري وأسوسياسيون جاي يكري ده هم مزات عندهم دورهم جاي يلعبوا في أسماء التطوير أنا شادة وفي التطوير حقنا ده هسه اليوم كان قاعد يشوف في أي مكان ده خطو أسوسياسيون جاي في أي بريزيديسيون ده أسوسياسيون جاي عشان ده أول وقت خطو قادر ناسيونال دي ديالوج بوليتيك سي إن دي بي ده هم كل شالوم ليبا دور زيادة ودورهم الليبا ده هسه اليوم كان قاعد يشوف تنمية في بلد جاي واي شيء قرار حكومه كان شيء الا جمعيات دول قاعدين عشان ده كل جمعيات المدنيه اي مكان تشوفهم متطورين وقاعدين فوقها دونك انينا شيء اخر نور ما في الا هم قاعد يزودوا في تطور البلد وقاعد يخدموا. اذا سئلت عن دور المراه في المؤسسات التشاديه عموما منذ الاستقلال وحتى هذه اللحظه صراحه للمراه التشاديه دور في المؤسسات التشادية كذلك دور كبير لا نستطيع أن نحصيه ولا نستطيع أن نعده، لكن منذ الاستقلال وحتى هذه اللحظة الواقع هو الذي يشهد لنا في أن المرأة قد تطورت من مرحلة لأخرى. في السابق المجتمع التشادي ككل يفهم المرأة فهما قصيرا، هذا الفهم يقصر المرأة في البيت، أما اليوم تطورت وارتقت ووصلت إلى درجة أن تكون المرأة وزيرة في تشكيلات الحكومة، أن تكون المرأة مديرة في مؤسسة من المؤسسات الوطنية، أن تكون المرأة مديرة لمنظمة، هذه المنظمة سواء منظمة شبابية، منظمة إسلامية، منظمة عالمية. كانت المرأة أن تكون أمينة عامة للدولة كدولة تشاد على سبيل المثال، كانت المرأة برلمانية، كانت المرأة كل شيء، وكل ذلك ما أتى إلا عن طريق الوعي، عن طريق التعليم، عن طريق أهمية المرأة في إعداد الشباب الراقي، إعداد الشباب الذي يحمل قوة وصرامة المجتمع وقوة وصرامة الحرية وقوة وصرامة التغيير والوعي في ذلك. أستاذة محاسن، ماذا تقولين بعد الاستقلال منذ 30 عاما؟ لم أكن 30 عاما الأول بل 30 عاما الأخير، وبصفة خاصة المرأة ماذا فعلت؟ هل هناك إنجازات حققتها على مستوى الصحي سواء التعليمي أو كل ذلك الجوانب؟ طبعا الفترة قد 30 سنة الحسي ده يعني المرأة قدرت تبرز وجودها أولا، نعم وجودها في الساحة مع أخيها الرجل، وده بفضل حقة الحكومة حقة المشير إدريس ديبيتنا. طبعا الفترات الأولى 30 عاما وما بعد 30 عام يعني فترة حقة الدخول حقة إدريس ديبي في حكات يعني السفر، شوفي أنت من هنا بتتحركة يعني من هنا لأبشة بتمشي بشهر ولا بشهرين، المسافة اللي أنت تسافر إلا تسافر بكونفوا يعني براكي ما بتقدر تتحركي. اليوم يومنا ده والنسوان ذاتها كان ماشيين حتى الخلق ما هم الرجال، لكن هسه اليوم
النساء قدروا قرب قدروا يتوظفوا شخالات بجهودي. ثم ثانيا حكومة حقت المشير إدريس ده بيتنب. بالنسبة للجانب الاجتماعي أكثر نتحدث عن الجانب الاجتماعي طيب. وأيضا الصحي والتعليم بالنسبة للمرأة التعليم ده يعني اليوم أنا نضرب ليكي مثل بسيط في جانب التعليم بس خشي جامعة الملك فيصل وشوفي نعم يعني تقول على الأقل كده رجال ما في بنات نسبة عالية نسبة عالية جامعة آدم بركة كذلك ده جيب شنو؟ جيب جهود حقت السياسات حقت الدولة وفي جانب الصحة اليوم منطقة صغيرة كده تمشي ما تلقى فوقها مستوصف ده ما فيش الأطباء اللي يقروا يتخرجوا ده كل مسا حالياً ده وزعهم كون يشتغل في قطاع حقت الصحة وزعهم برا الأخالين ما خلوهم جوا العاصمة وده كل اللي جانب صحة الإنجاب وصحة المرأة وبالأخص الحكومة يعني وضعت برنامج في صحة إنجاب المرأة ده يعني البرنامج مكثف ده واحد من الناحية حقت الاقتصاد المرأة بقت حرة ومستقلة وناشطة الدائرة تشتغل في الوظيفة شغالة والدائرة بتشتغل في التجارة تاجرة والدائرة تزرع زارعة والحكومة وفرت تاني اللي بزرعه بدهم خروط بدهم تركترات بدهم محصنات زراعية وده نعمة من الله سبحانه وتعالى ده زمان كان وين فيه زمان ما فيش وعلشان ده كمان هسه المشاريع الزراعية كل بقت كبيرة ما صغيرة زمان الواحد بزرع له مربع صغير كده بس على بالي حصل لحد السنة الجاية لكن هسه حاليا ده خلاص بقى حاجة استثمار وادخار نعم سألت البروفيسور كنظرة فردية أو للمجتمع التشادي هل استطاع الفرد أن يستقل هذه هذا الاستقلال من حيث الوعي الثقافي فإذا عن التطور المجتمعي على الاعتبار الشخصي أنا أعتقد بأن صحيح 60 سنة من الاستقلال سنوات كثيرة طبعا 60 الأول زي ما أنت قلت فيها مشاكل ما في إنجازات كبيرة لكن 30 الوراء المشير إدريس دبيت نحفظه الله هذه الفترة فعلا الآن تغير الإنسان الفرد والمجتمع كله سواء زي ما أنت أخذ ذكرت موضوع الثقافة موضوع التعليم صار طب في أي مكان جامعات مؤسسات موضوع الصحة أنا كنت وزير الصحة أعرف كيف جهود الدولة الآن تشاد يعني قفزت قبل 30 سنة أظن أطباء الرئيس جي استلموا يتحاسبون بالأصابع الآن الحمد لله قريب ما يقارب 2000 والممرضين قريب 8000 معناته في تطور كبير لخدمة الفرد الإنسان التشادي من حيث الأرقام لكن أكيد نحن نحتاج إلى أكثر من ذلك لكن والآن أس المواعيد والحكومة الآن يوظفون 16 و 20 ألف بمعنى أن الصحة والتعليم بالذات والمؤسسات الأخرى والمرأة فعلا قفزة ما عادية في تشاد خلال السنوات 30 الأخيرة هذه ولا سيما السنوات 10 الأخيرة إنجازات كبيرة أنا أرى أن تشاد بدأت تخطو خطوة ثابتة وبالذات في موضوع الاقتصاد كما ذكرت الأخ موضوع الثروة الحيوانية نحن أول دولة في إفريقيا 113 مليون رأس من الأنعام وكذلك موضوع الزراعة هذه الآلاف من الفدانات موضوع المياه فالحمد لله تشاد الآن أعتقد بهذا الاستقرار الموجود وبهذه الخطط PND هذا البرنامج الوطني للتنمية أعتقد بأن الفرد التشادي سوف يستفيد استفادة قصوى والبلد تتطور ننمي بلدنا أولا ثم الإقليم القريب منا ثم نساهم في الاقتصاد العالمي بشكل كبير قبل أن هذه الرسالة تود أن توجهها بمناسبة ذكرى 60 استقلال البلاد فما هي كلمتك والله رسالتي للشعب التشادي لابد أن نحب بلدنا حبا كبيرا حب البلد ده شيء جميل يعني ولا بد من التفكير في الرجوع الى قرانا لان دائما عندما يزور عندنا منطقه بسموها الدبكر دائما البنات والنساء يغنين فيها يقولون فيها الدبكر المزازي الستاتي الحي بلاقي فدائما عندما الانسان يزور هذه المناطق تنميه بلدنا اي زول كل يحاول يبني منطقته يبني قراه تشاد يمكن ان تتطور وتكون بلد ان شاء الله امنه وتقدم الخير للاخرين ان شاء الله. استاذه محسن ما هي كلمتك الاخيره بمناسبه هذه الذكرى؟ كلمتي الاخيره طبعا انا هنا في العيد الستين لاستقلال تشاد وصيتي لنفسي ولاخواتي النساء. تشاد ده
دي ذخيرة دولتنا دي. نعم. ودي قنيمتنا. نعم. ودي مرطانا. المجتمع التشادي كله خليها حامل يحافظ على أنا هنا تشادنا ده ولا عندنا قبلية ولا عندنا عنصرية ولا عندنا جاوية. أنا هنا بوصفونا كتشاديين معناتها ما نتفرق. أشكركم جزيل الشكر ضيفي سعادة البروفيسور محمد النظيف يوسف والأستاذة محاسن يوسف آدم، شكرا جزيلا لكم. المشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، تقبلوا تحياتنا، دمتم في أمان الله.